هو عنوان واحد وهو رمز واحد وهو بطل واحد، ورغم ان قصص البطولة كتير ورغم ان التضحيات كتير ورغم ان المجهود اللي بيبذل هذه الايام كتير، لكن يبقى مفيش بطل قد اللي بيروح وما يرجعش، قد اللي بيضحي بنفسه عشان غيره يعيش، قد الناس اللي عارفة انها هترمل ستاتها وتيتم ولادها ومع ذلك بيروحوا ويقولوا تمام يا فندم. مفيش بطل قد اللي بيروح يجابه الموت ويكافح الارهاب ويقتل القتلة ويرجع صورة على الحيطة وعليها شريطة سودة، صورة على الحيطة وعليها شريطة سودة، اي نعم راح لكن ذكراه باقية وروحه باقية وتخليد اسمه باقي والفخر بيه باقي، لانه عمله هو اللي باقي، روحه تزف في السماء تزفها الملائكة الى مواكب الشهداء، وعمله يبقى هنا لكي يكتب بأحرف من ذهب ومن نور ولكي يكتب بسجلات التاريخ بأنه بطل وواحد من سلسلة شهداء مصر. أنا أتحدث عن الشهيد محمد الحوفي. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد طرهم تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. حيو اللي نزل سلاحه، حيو كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش، قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقام. عاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي شعب بدرجة مقاتل. حيوا اللي نزف سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. صحيح، هنعيش راسنا لفوق. يسلم اللي كتب كل حرف في الاغنيه اللي احنا سمعناها دلوقتي، غناء عمرو مصطفى الملحن والمغني. الحقيقه كلام في السواده، على رايي كده اللي بيضربوا نشان، كلام في السواده في النشان في الصميم. حيوا اللي عمره ما ساب سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وقولوا لاولادكم انه الناس دي راحوا وما ترددوش. هو ده الفرق بين الناس اللي يجب ان هم يكونوا طول الوقت في الصدارة وفي الأولوية وفي المقدمة ومحتلين كل الأهمية، وفين الناس التانية اللي للأسف أبطال من ورق أو أبطال من كرتون بيصدعونا ويملوا دماغنا طول الوقت بكلام ملوش لازمة، وللأسف كانوا أبطال وكانوا في الصدارة. آن الأوان دلوقتي ان كل واحد يرجع لمكانه الطبيعي. معلش انا هعيد لحضراتكم تاني المقطع بتاع الأغنية ده، واسمعوا سيبكم من الاغنيه والتلحين، اسمعوا الكلام، ركزوا في كل كلمه بتتقال لانها الحقيقه اصابت كبد الحقيقه. كل كلمه هي فعلا المنهج والقسم الذي يؤمن به ويؤديه كل فرد في وزاره الداخليه. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد طرهم تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهه يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. حيوا اللي نزف سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش، قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقام. عاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي شعب بدرجة مقاتل. حيوا اللي نزف سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. وانا هنا بضم صوتي للأغنية وبقول لكم احفظوا كل الوشوش، احفظوا وش كل بطل،
احفظوا وش كل شهيد، ويا ريت لو تخلوا الصور دي محفورة جواكم لو ما كنتوش تقدروا كمان تعلقوها على الحيطة، عشان لما تصحوا كل يوم الصبح تعرفوا ان بعد فضل ربنا ونعمة ربنا وستر ربنا سبحانه وتعالى نحن احياء بسبب هؤلاء، نحن في امان بسبب هؤلاء، نحن في وطن مستقر وسالم وفي امان وله سيادة بسبب هؤلاء. احنا مش في مخيمات ومش متشردين على الشواطئ بنستجدي اقامة في اي دولة من الدول بسبب هؤلاء. احنا مش نعوش وجثامين في المقابر بسبب هؤلاء. احنا كده عشان هم كده. احفظوا كل الوشوش ووروا وش هذا الشهيد اللي هطلعه لحضراتكم دلوقتي تاني، الشهيد المقدم البطل محمد الحوفي. حفظوه لولادكم، وكل اب وام بيتفرجوا عليا دلوقتي ينده ولاده اللي المفروض هم دلوقتي في البيت لان الحظر ابتدى خلاص الساعه 8:30، فلازم البيت كله والاسره كلها تبقى في البيت، ده لو احنا ملتزمين. اندهوا ولادكم دلوقتي اللي قاعدين على الكمبيوتر ولا اللابتوب وعلى تليفوناتهم، اندهوا لهم واحكي لهم حكايه محمد فوزي الحوفي، وروهم الصوره وقول لهم ده بطلكم وده يجب ان يكون رمزكم وده يجب ان يكون قدوتكم. لو اي حد فيكم هو صغير دلوقتي عنده حلم يبقى حاجه كبيره، مفيش اكبر من الرمز ده ومفيش اكبر من البطل ده، وفهموهم ان هو راح عشان انتوا تبقوا في امان، وفهموهم ان الاجيال الجديده لازم تبقى عارفه اللي ضحى بروحه عشان هذه الاجيال تعيش وتكمل وتبني بلدها. احفظوا كل الوشوش عشان تفضلوا فخورين بيهم، عشان تفضلوا عارفين ان هم دول ابطال البلد دي، هم دول قادة البلد دي، هم دول رمز البلد دي. وكمان وانتوا بتكلموا ولادكم خيروهم، وده جزء من التربية وجزء كبير في رأيي في مكافحة الارهاب كمان. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. خيروا ولادكم ما بين مصيرين، قولوا لهم عندكم طريق من اتنين، يا اما تبقوا وطنيين ومخلصين ومضحيين وابطال والناس كلها تفخر بيكوا والناس كلها تتشرف بيكوا واحنا كاهلكم نرفع راسنا لفوق ونزغرد لما تستشهدوا زي محمد الحوفي وقوافل كثيرة من الشهداء اللي خدموا البلد، او تبقوا في المصير التاني. هو امبارح مش في ناس ماتت في الاشتباك اللي حصل في الاميرية؟ قوات مكافحة الارهاب كانت بتقتل مين؟ الارهابيين. في حوالي 7 ارهابيين دول ماتوا، تم القضاء عليهم الحمد لله. سمعتوا عن حد فيهم؟ حد قدر ينطق ويقول ده ابني الله يرحمه، ده انا مش عارف ايه؟ حد قال حتى ان انا منتسب ليه؟ اكيد 7 دول لهم اهل، بس اهلهم تبرؤوا منهم، اهلهم مستعرين منهم ومن اللي عملوه. هو ده الفرق. اما ان تكون بطل كلنا فخورين بيك، رئيس الجمهورية بينعيه وبيقول انه بطل من ابطال الامة المصرية، وزارة الدفاع بتنعيه، الحكومة بتنعيه، النهاردة محافظة البحيرة كلها عاد بكرة ابيها خرجت محافظ القيادات التنفيذية وكل الناس في محافظة البحيرة ومدينة دمنهور بلد البطل محمد الحوفي خرجت عشان تشيع جثمانه الى مقابر الاسرة ومنها ان شاء الله الى جنة الشهداء. ده مصير، دي سكة. وفي سكة تانية بتوع 7 اللي ماتوا امبارح اللي الشعب المصري كله 100 مليون بيلعنهم، ولو ما كانتش الداخلية اجهزت عليهم والشعب ده كان مسكهم، الشعب ده كان كلهم بسنانه. هو ده الفرق. عايز تموت كده ولا عايز تموت كده؟ او انا اسف في اللفظ، عايز تموت كده ولا عايز تعيش كده؟ ايوه محمد الحوفي عايش، وده مش كلامي، ده كلام ربنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فده كلام المولى ولا رد لكلام المولى، هو عايش. هم ماتوا ميتة مذلة
ومخزية وكلها العار ليهم ولأسرهم ومن ينتسب إليهم. ومحمد الحوفي عايش شهيد بكلام ربنا، وذكراه ستخلد في كل كتب التاريخ بأحرف من نور. عايز تبقى كده يا اللي انت دلوقتي صغير ولسه في ناس بتضحك على دماغك وبتحاول تغسل لك دماغك وتحشي دماغك بكلام عن الدين والاستشهاد وحور العين ومش عارف ايه؟ اديك اهو شفت النتيجة، اديك اهو انت واقف في مفترق الطرق، وعليك ان تختار هذا الطريق او هذا الطريق. عليك ان تختار ان تكون في اليمين مع محمد الحوفي او في الشمال مع الارهابيين. اليمين فخر الوطن، والشمال عار هذه الأمة. اليمين شهيد، والشمال ربنا يتولاه برحمته لأنه قتل أنفس بغير حق وسفك الدماء الزكية التي لا يجب أن تسفك. عندك الاختيارين وعندك الصورتين وعندك الطريقين، شوف انت عايز تمشي في أي طريق، شوف انت عايز تمشي في أي طريق. وأنا أعتقد أن الاختيار سهل لأن النتيجة سهلة، والجايزة الكبرى مفيش أحسن منها، منازل الشهداء في الجنة ومنازل الأبطال في الدنيا، وأسطر التاريخ تضعك في المقدمة. رحمة الله على الشهيد، وتقرير عن حادث الأمس.